خمس سنوات من الالتزام. راهنا على المصداقية ولا نزال. ما فيش أي استجابة من أي جهة. دخلت السيول هذه جميعها إلى داخل منازلنا. السلطة المحلية لم تزورنا على هذه المنطقة. كانت بلقيس حيث يجب أن تكون دائما. نرصد التفاعلات ونواكب التطورات. أنا صو ابن أختي. إذا الحقيقة تجرب الحوزة. نحلل الأحداث ونوثق الانتهاكات. اليوم الرابع يوم الحرب التجارية تحرير عز. خمس سنوات مع اليمنيين. إحنا نشتي ما قطينا من المطر من الريح. لا ماء لا كهرباء. أوصلنا أصوات الضحايا. ودفعنا ثمن الحقيقة. حاولنا الاحتواء والاختباء في هذه العبارة الأرضية هربا من الموت، لأن نحن نحاول إيصال الحقيقة بأي طريقة وبأي ثمن.